بسم الله الرحمن الرحيم. مادة الرياضيات المستوى الثاني ابتدائي. أضع وأنجز، يعني أضع العمليات عموديا، لدينا العملية هنا أفقيا أفقيا أفقيا. أولين 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 أضع عموديا. أنكور سأضيف لا تكنيك أوبيراتور، يعني التقنية الاحتياجية، يعني الوضع العملي. أولا نبدأ بهذه العملية، راح نوعد وحدات، رقم وحدات 6، رقم وحدات هنا 8، رقم عشرات هنا 3، رقم عشرات هنا 3، رقم المئات 1، رقم المئات 4، هنا رقم الوحدات 2، رقم الوحدات 9، رقم العشرات 5، رقم العشرات 7، وهكذا بالنسبة لي. هنا أيضا رقم الوحدات 2، رقم الوحدات 4، رقم العشرات 3، رقم العشرات 3. الجدول لدينا وحدات عشرات، لدينا يسار يمين يسار يمين يسار يمين، إذا يسار يمين، يسار في الأعلى يمين في الأسفل، يسار في الأعلى يمين هنا في الأسفل هكذا. إذا هذا في الأعلى أكتب 2 و 3، 2 و 3 زائد زائد هنا زائد 14. انظروا الوحدات تحت الوحدات نفس اللون، العشرات 3 تحت العشرات 1، ثم أقوم بعملية الجمع، 2 زائد 4 هذا 2 زائد 4، فالمجموع كم؟ المجموع 6، وأكتب 6، نفس العمل 3 زائد 1، 3 أو بالأصابع 3 3 وأضيف 1 4، المجموع هو 46، 46، 46. أكتب هنا 46 إذا أردت، لمن أراد، أو أكتفي بالعملية العمودية. هنا أيضا نفس الجدول وحدات عشرات، 52 زائد 79، دائما وحدات تحت الوحدات، لزينيتي سو لزينيتي، لديزين سو لديزين، هذه عملية الجمع، إين أوبيغاسيون داديسيون، أبحث عن المجموع، المجموع لو ريزيلتا هنا، هاد النتيجة كتسمى المجموع لاسون، لاسون. 9 زائد 2، 2 زائد 9، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وأحسب المجموع أجد 11، أجد 11. هنا أنتبه، لا أكتب هكذا، لا، هذا واحد أصعد به إلى الأعلى هنا، لماذا؟ لأن 11 تساوي 1 زائد 10. فأكتب واحد وأخذ عشرة واحدة أضعها هنا، عوض عن أكتب هكذا، لا، أخذه إلى الأعلى، أصعده إلى الأعلى، ثم أحسب 5 زائد 7 أو 7 زائد 5، لأن الجمع تبادلي، قلت 5 زائد 7 تساوي 7 زائد 5، 12، ولا أنسى الاحتفال، 12 زائد الاحتفال 13، وأكتب 13 كلها بالكامل لأنني أنهيت عملي. 52 بليس 79 لا 131، 52 بليس 79 إيكال لا 131، 2 بليس 9 11، جيكري 1 جو روتيان 1، أحتفظ بواحد،
اي 7 بلس 5 12 بلس لا روتون 13 دونك لا سون ايغال لا 130 31 131 وحدات عشرات مئات 136 زائد 408 الوحدات 8 تحت الوحدات 6 العشرات تحت العشرات تحت ريب الوضع المئات تحت المئات ثم عملية الجمع دائما أبدأ من اليمين 6 زائد 8 أو فيها ما أختار كبير 8 زائد 6 8 هي 6 8 وأضيف 6 8 9 10 11 12 13 14 انظروا 14 هذه 14 اكتب 4 واحتفظ بواحد اكتب 4 في اكتب 4 واحتفظ بواحد في العمود الموالي انظروا قمت بحساب العمود عمود الوحدات فاكتب 4 واحتفظ بواحد في عمود العشرات 3 زائد 0 3 زائد احتفال 4 دائما لا انسى الاحتفال 1 زائد 4 5 المجموع 544 الآن سننظر بعد عملية الطرح مثلا 159 ناقص مثلا 48 أيضا 397 ناقص 147 هنا مثلا 283 ناقص 154 إذا كالسابق نحترم الوضع الوحدات تحت الوحدات عشرات تحت العشرات مئات تحت المئات هنا الوحدات 3 هنا الوحدات 4 إذا أكتب هذا العدد هذا في الأعلى هذا في الأسفل 283 283 موان ناقص 154 ناقص 154 الوحدات تحت الوحدات عشرات تحت العشرات مئات تحت المئات لي زينيتي سو لي زينيتي لي ديزين سو لي ديزين لي سونتين سو لي سونتين عملية طرح إينو إيغاسيون دو سوس فراكسيون لا سوس فراكسيون الطرح عملية إينو إيغاسيون عملية طرح إينو إيغاسيون دو سوس فراكسيون في عملية الطرح النتيجة تسمى الفرق لا ديفيرونس دائما نبدأ من اليمين اون كومونسون با لا دروت أيضا هنا نكتب وحدات عشرات مئات وحدات عشرات مئات وحدات عشرات مئات وحدات عشرات ليست هناك مئات أبدأ بوحدات تسعة ناقص ثمانية 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تسعة لدينا تسعة أنقص ثمانية جو سيبريم 8 1 2 3 4 5 6 7 8 جو سيبريم يعني أحذف ثمانية كم بقي؟ بقي واحد وبنفس الطريقة خمسة ناقص أربعة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة أنقص أربعة جو سيبريم 4 1 2 3 4 إيريس 1 واحد ناقص لا شيء واحد تسعة ناقص ثمانية واحد خمسة ناقص أربعة واحد واحد ناقص صفر واحد النتيجة أو الفرق 111 يمكن أن أضع هذا الرمز التساوي أو لا أضعه ناف موان ويت إيغال أ أن سانك موان كاتخ إيغال أ أن أن موان زيرو إيغال أ أن دونك لا ديفيرونس إيغال أ 111 111 أبدأ من الوحدات 7 ناقص 7 1 2 3 4 5 5 فقط ثم أعود من جديد 6 7 7 أنقص 7
وإذا تعب 4 5 6 7 لم يتبقى شيء. 7 ناقص 7 0. وأتذكر جيدا، عددان متساويان فرقهما يساوي 0. عددان متساويان فرقهما يساوي 0. 9 ناقص 7 بنفس الطريقة نجد 5. 3 ناقص 1 أو نكتب هكذا 3 ناقص 1. 3 طبيعات، 3 طبيعات الأصول. باقي الطبيعتين، الفرق هو 250. 397 موان 147 لا ديفيرونس إي 250. 7 موان 7 إيكال أ 0. 9 موان 4 إيكال أ 7. 3 موان 1 إيكال أ 2. On dit aussi 7 au-dessus de 7. 7 au-dessus de 7. Au-dessus. Vous voyez, il y a du stamer qui a tiré un peu de côté. Il y a du stamer qui a tiré. Là, l'amélioration de l'on est étifale. On a l'amélioration de l'étifale avec retour. Ici, sans retour, il y a l'étifale. On a l'étifale. Fait le majeur, on t'y va à l'autorise. دائما في عملية الطرح الكبير في الأعلى والصغير في الأسفل، هذا العدد تكرر العدد، هذا العدد تكرر العدد، دائما أريد أن أنجز عملية الطرح لابد أن يكون العدد في الأعلى، يعني الحد أو الحد في الأعلى أكبر من الحد في الأسفل. 3 ناقص 4 لا يمكن، 3 ناقص 0 0، النتيجة 0، عفوا 3 ناقص 0 3. 3 ناقص 0 3 ممكن، 3 ناقص 1 تساوي 2 ممكن، 3 ناقص 2 قلنا 1 ممكن، 3 ناقص 3 0، ولكن 3 ناقص عدد أكبر من 3 غير ممكن. إذا ماذا أفعل؟ 3 ناقص 4 لا يمكن، جاجوت 10، جاجوت إن، لا ديفيرونس لا شونج با، هذا العدد هذا الحد في الأعلى زدتو 10 وحدات، زدتو 10 وحدات. 3 4 5 6 7 8 9 10، والعدد في الأسفل أضفت إليه 10 يعني عمود 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. العدد في الأعلى أضفت إليه 10 وحدات، والعدد في الأسفل أضفت إليه عمود، وعمود يساوي 10 وحدات. يعني في عملية الطرح مثلا 5 ناقص 3 تساوي 2. إذا أضفت هنا 10 15 وهنا أضفت 10 13، هل سيتغير الفرق؟ لا، الفرق لا يتغير. أيضا هنا أضفت في الأعلى 10 وحدات وفي الأسفل أضفت عمود إلى الأعمدة التي هي 10. 10 زائد 3 13، و 13 ناقص 4 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 ناقص 4، 1 2 3 4، كم باقي؟ 9. هنا أضفت إلى العشرة 1، أصبح لدي هنا 6. 6 8 ناقص 6، 8 ناقص 6، 1 2 3 4 5 6 7 8، أنقص 6، كم باقي؟ 2. أضفت 10 أضفت 1، جاجوت 10، جاجوت 1، لا ديفيرونس لا شونج با، 3 موان 4 امبوسيبل، جو نو بو با، جاجوت 10، جاجوت 1، لا ديفيرونس لا شونج با، 8 ناقص 6 2، 2 ناقص 1 1. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.